وللمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة الإنسانية التي قام بها القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. أهلا بكم دكتور. حياك الله سيدتي الكريمة، حيا الله سنة رافدين وكادرها ومشاهدينا الكرام. دكتور، ما تفاصيل هذه الحملة الإنسانية التي قمتم بها في مخيم الخازر؟ هذه الحملة تعد استكمالا للحملة الكبيرة التي قدمتها منظمة قرى الإغاثة الإسلامية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين التي قدمت قبل أيام، وتم فيها تقديم 700 سلة غذائية لأهلنا النازحين، حيث كانت المواد الغذائية منقطعة عنهم لمدة شهرين كاملين، لم تصلهم أي مادة غذائية، ولذلك جاءت هذه الحملة في وقتها المناسب، ثم أتبعناها بعد معرفة الظرف الذي يمر به هذا المخيم والمخيمات المجاورة له، تقديم الحملة الثانية بشكل سريع وبشكل عاجل لكي تقدم المواد الغذائية لأهلنا النازحين في هذا المخيم، وتم تقديم 500 سلة غذائية للعائلات الكريمة النازحة في هذا المخيم، وتم تقديم 500 سلة غذائية، وبذلك تم شمول جميع الساكنة في هذا المخيم الخازر الرئيس بمنطقة الخازر شرق الموصل. دكتور، هل لديكم أعداد تقريبية عن أعداد الأسر النازحة في هذا المخيم؟ هذا المخيم مجاور له بجنبه تماما على مقربة منه مخيم آخر، ثم بعد يعني هنالك مخيم آخر. هذه المنطقة تجمع ما يقارب 6000 عائلة في مجموع هذه المخيمات، مخيم فيه 1700 عائلة، وهذا المخيم فيه حوالي تقريبا 1400 عائلة، وكذلك مخيم آخر فيه 1700 عائلة أخرى، وما زالت العائلات تلجأ إلى المخيمات في مخيمات كردستان بعد إغلاق القصر الذي شهدته مخيمات محافظات العراق اللي في ديالى وفي كركوك وفي صلاح الدين وفي الموصل وفي مناطق أخرى، حيث بدأت الآن العائلات تلجأ إلى المخيمات لأنها لم تجد أي شيء يعينها على العيش الكريم في مناطق سكنها الأصلي، ولذلك هي تلجأ مرة أخرى. التقينا بعائلات كثيرة، مررنا على الخيم وجلسنا مع العائلات، من العائلات من قدمت منذ أكثر من أسبوع، ومنها من أسبوعين ومنها من شهر، ولذلك هذه المخيمات تشهد ازدياد كبير جدا للجوء العائلات النازحة، لأنه الآن أغلب محافظات العراق بل كل شرائح الشعب العراقي تعاني مآسي كبيرة جدا للظروف الصعبة، للظروف المعيشية الصعبة. الآن مختلف شرائح الشعب العراقي يعيش نكبة كبيرة جدا من ناحية قلة الغذاء، قلة المال، قلة الموارد المالية، ولذلك العراق حقيقة يمر في نكبة كبيرة، لكن للأسف العالم لا يلتفت لما يجري في العراق. ذكرت دكتور هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها كل عراقي ويواجهها بشكل أكبر هؤلاء النازحين، ماذا عن التحدي الصحي باعتباركم تواجدتم وتتواجدون باستمرار في هذا المخيم؟ كيف يبدو الوضع الصحي في هذه المخيمات في ظل الوباء؟ حقيقة العائلات الكريمة النازحة في المخيمات ليست بمنأى عن الظروف الصحية التي تعيشها يعني كل البلدان، ولذلك يعني هم كذلك يمرون بظروف صحية صعبة، قلة الدعم الصحي كذلك يعني لكثير من المخيمات ولكثير من العائلات النازحة كذلك. بعض العائلات يعني تعرضت للإصابة، لكن الله تبارك وتعالى الحمد لله يعني تم تجاوز مرحلة الصعوبة والشفاء الكامل. هنالك يعني بعض الحالات يعني قد أصيبت، ما يعني هم يتخذون الإجراءات الصحية يعني ما يتمكنون منه من يعني لبس الكمامة وغيرها واستخدام بعض المعقمات ما تيسر لهم،
المشكلة في الغذاء، هنالك تقصير كبير جدا، فكيف بالمستلزمات الصحية التي تستلزمها بيئة المخيمات؟ ولذلك يعني هم بحاجة كبيرة جدا كذلك إلى رعاية صحية، وكذلك إلى تقديم سبل الوقاية من هذا الوباء، ويجب تيسير لهم ما يعينهم على دفع لوباء كورونا. شكرا جزيلا لكم. المتحدث العالمي باسم منظمة يوم القرى الدكتور ناصر الفهداوي حدثنا عبر الهاتف من أربيل.